صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 48 لسنه 2024 بتعيين مديرين في وزاره الداخليه وذلك بناء على عرض وزير الداخليه جاء فيه. الماده الاولى يعين التالي اسمائهم مدراء في وزاره الداخليه النقيب يعقوب فريد المفتاح، النقيب محمد جاسم الغتم. الماده الثانيه يتولى وزير الداخليه تسكين المديرين المذكورين في الماده الاولى من هذا القرار في الادارات الشاغره بوزاره الداخليه وفق مهام ومسؤوليه كل اداره والاشتراطات اللازمه في من يشغلها بمراعاه مؤهلاتهم وخبراتهم